في الحلقة الثانية من كيف تروج لمجزرة، حزب بولين هانسن أمة واحدة يزور أمريكا. 500 مليون دولار، هذا مبلغ لا يستهان به. يسعون لملايين الدولارات من لوبي السلاح في أمريكا. ما هو الرقم الذي تفكرون به؟ أفكر بـ10. لا، كنت أفكر بـ20. يحتاجون المال ليسيطروا على الديمقراطية في أستراليا. إذا حصلنا على توازن القوة فهذا يعني أننا نتحكم بالحكومة في كل المراحل. الطريقة الوحيدة لضمان حريتنا هو الحصول على نفس الأسلحة التي بحوزة الأشرار. يتلقى حزب أمة واحدة إرشادات من الـ NRA حول كيفية إقناع الأستراليين بحاجتهم لمزيد من الأسلحة. عليكم تجزئة الرواية بحيث لا تكون ردة الفعل الأولية تجاه السلاح سلبية. هناك من يطلق النار في مدرسة ساندي هوك. إطلاق النار مستمر. نحتاج لأن تقوم كل مدرسة في أمريكا حالاً بتطبيق برنامج حماية، وأقصد بذلك حراس أمن مسلحين. المزيد والمزيد من السلاح. تحتاجون لبث رسائل سهلة الفهم تجعل الناس يسخطون ويغضبون. يريد حزب أمة واحدة أن تبقى مهمتهم في أمريكا سرية. لو قلت ذلك للعامة لخسرت كل شيء عملت من أجله طوال حياتي. رسائل إيميل العمل ليست خاصة، يمكن استدعاؤها بسهولة. قد يصنعون فيلماً حول هذا الأمر مستقبلاً. ويزورون واحداً من أوسع المتبرعين الأمريكيين ثراءً. بإمكاننا تغيير نظام التصويت في بلادنا لتوفر المال. لدينا البشر ولدينا الزخم ولدينا سيناتور بولين هانسون. لا تعبث معي. في الحلقة الماضية من كيف تروج لمجزرة، يصل حزب أمة واحدة الأسترالي إلى العاصمة الأمريكية. أمامنا أسبوع حافل. مهمتهم إنشاء صداقات داخل صناعة السلاح الأمريكية التي تقدر بالمليارات، وضمان الحصول على ملايين الدولارات من التبرعات السياسية. أنا في بلد يسمح بتملك الأسلحة، أنا في غاية السعادة. طلب حزب أمة واحدة من هذا الرجل روجر ميلر المساعدة في ترتيب لقاءات هامة في واشنطن. روجر هو الوجه المعلن لمنظمة حقوق السلاح في أستراليا المطالبة بتخفيف القيود على قوانين السلاح هناك. هذا مؤتمرك الأول؟ نعم، الأول. قيدت قوانين السلاح في أستراليا بعد مجزرة بورت آرثر، حيث قام مسلح بقتل 35 شخصاً مستخدماً بندقية AR-15. حظرت الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا فيما بات يعرف بالاتفاق الوطني للأسلحة النارية، وتم تدمير مئات الآلاف من الأسلحة. منذ عام 96 لم تقع أي حادثة إطلاق نار جماعي على أناس غير معروفين للمهاجم في أستراليا. أخشى الـ NRA أن يحذو السياسيون الأمريكيون حذو الأستراليين في تشريعاتهم. إنه اليسار المعارض لأهل السلاح الذي يشير حرفياً إلى أستراليا من خلال وسائل الإعلام السائدة على أنها النموذج اللامع لتبرير لماذا نحتاج إلى حظر الأسلحة ومصادرتها. بفضل علاقاته مع لوبي السلاح في أمريكا، تمكن روجر من الوصول إلى الدائرة الداخلية في حزب أمة واحدة. يأمل كبير ومستشار الحزب جيمس أشبي أن تمكنهم تبرعات لوبي السلاح من تحقيق نصر انتخابي. من المحتمل أن نحقق توازن القوة إذا ما فزنا بمقعدين في البرلمان. أظن أن بإمكاننا إنجاز ذلك بمليوني دولار. وإذا ما حصلنا على 20 فيمكن أن نملك البرلمان ومجلس الشيوخ. ستحصل على توازن القوة في المجلسين وستحكم السيطرة على الحكومة. إذا تسرب هذا فإنه سيهز القارب. إلا أن روجر مولر ليس الشخص الذي يدعي أنه هو، بل هو مراسل متخف يعمل لصالحي. أنا بيتر تشارلي، أنا صحفي في وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة. أنشأنا جمعية حقوق السلاح في أستراليا الـ GRA، وذلك لنتمكن من اختراق اللوبي المؤيد لامتلاك السلاح وفهم كيف يعمل. أنا روجر مولر من الـ GRA، يوم الأول هنا في لويفيل. شكرا لإنصاتكم. على مدار 3 أعوام قام روجر بالتصوير مستخدما كاميرات خفية، ثم سلمنا مئات الساعات من المواد المسجلة. Yeah.
يسترخي أعضاء وفد أمة واحدة في فندقهم في واشنطن العاصمة مع روجر، بينما يجهزون للقاءات مع لوبي سلاح قد تغير من مسار الأمور، وهم سعداء لأن وسائل الإعلام بعيدة عن الأنظار. أنا وبولين لا نسمح لهم بالاقتراب منا، ولهذا يشتمونني، يبدأون باستهدافي لأنني لا أسمح لهم بالاقتراب. جيمس أشبي المخطط الاستراتيجي السياسي الرئيس وكبير المستشارين في الحزب اليميني يريد من الرابطة الوطنية للبنادق منح أمة واحدة نفوذاً انتخابياً وتزويدها بما لديها من خبرات. أولاً، تقوم NRA بحشد أنصارها داخل أستراليا. ثانياً، كم أود الحصول على برامج الكمبيوتر التي يستخدمونها. وثالثاً، إذا كانوا يستطيعون مساعدتنا بالتبرعات فهذا شيء عظيم جداً. يحلم زميله ستيف ديكسون بما يمكن أن يفعله بالمال الوفير، العيش كرئيس لعصابة مخدرات ولديه ترسانة من الأسلحة. أتخيل نفسي ذاهباً إلى أحد قصور تجار المخدرات على الشاطئ، سأجره لمدة شهر التي تحتوي على 25 غرفة وفيها طاه وكل شيء، نشرب ونطلق النار على كل شيء في الماء، بنادق آلية وكل شيء، هذا هو حلمي. ربما بندقية عيار 50؟ بإمكاننا حمايتكم من باب الاحتياط. يتزعم ديكسون حزب أمة واحدة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، وهو مرشح لمجلس الشيوخ في الانتخابات الفيدرالية القادمة. لعب دوراً أساسياً في إعادة صياغة سياسة أمة واحدة بشأن السلاح. لدينا سياسة خاصة بحزب أمة واحدة تتكون من خطة ب21 نقطة لتيسير أمور أصحاب السلاح في كافة أنحاء كوينزلاند. تبدو معقولة. الشرطة، نحن في صفك، نريد لعناصرك التمكن من إطلاق أفضل للنار. في مقابلة مع موقع حقوق السلاح في أستراليا، قالت زعيمة حزب أمة واحدة إن قوانين السلاح الحالية تعرض الأبرياء لمزيد من الخطر. كل ما نقوم به هو إخراجها من أيدي الأشخاص الشرعيين والسماح للمجرمين بحيازة أسلحة نارية. منذ سنوات، وبولين هانسون تعمل لتنفيذ أجندة شعبوية معادية للمهاجرين. إننا مهددون بالغرق في طوفان من الآسيويين. حركاتها الدعائية المثيرة بما في ذلك ارتداؤها للنقاب داخل البرلمان جلب عليها اتهامات بالعنصرية. ليس هذا مما هو مقبول داخل هذا البرلمان. ينبغي أن يتوفر لكل ذكر وأنثى بعض معرفة بكيفية استعمال السلاح الناري وحماية أنفسهم. لا أثق في قدرة حكوماتنا على ذلك. من الأشياء التي نقولها هنا وربما تترجم هناك هو أن حق حماية نفسك والدفاع عنها هو حق منحه الله لك. يتلقى الزائرون من أمة واحدة دروساً في العلاقات العامة على أيدي فريق الاتصال الإعلامي التابع للNRA. تقترح كاثرين مورتنسون حجة للدفاع عن ملكية السلاح يمكن أن تستخدم خارج الولايات المتحدة. حق حماية نفسك والدفاع عنها منصوص عليه في الدستور، ولكن مصدره ليس الدستور. الدستور يضمن لنا الحماية، ولكن الحق يأتي من الله. إذا كنت شخصاً يعيش في أستراليا فأنت شريك في نفس الحق، إنه حق من الله. من أكبر التحديات التي تواجه فريق العلاقات العامة هو كيفية الرد على القتل الجماعي. أكبر واحدة خلال السنوات الأخيرة كانت في نيو تاون، حيث أطلقت النيران على أطفال في مدرسة ابتدائية. أظن أن شخصا يطلق النار في مدرسة ساندي هوك. سمعنا دويا قويا وطلبت منا المعلمة أن نلجأ إلى الزاوية. أرجوكم، إطلاق النار مستمر. أعلن عن وفاة 18 طفلاً داخل المدرسة وطفلان آخران لدى وصولهما إلى المستشفى. يتساءل الناس الآن متى سيجري حوار حول قوانين السلاح في أمريكا. طاردت الصحافة الرابطة لأسابيع للحصول على تصريح منها حتى تجر إلى العراق. نعم، والرابطة لم تفعل. سيكون جدال وتأجيل، وستقول الNRA بأن الوقت غير مناسب للحديث. من بين الضحايا 26 في مدرسة ساندي هوك الابتدائية، 20 كانوا أطفالاً بين 6 و7. استخدم المسلح بندقية AR-15.
سمعنا الطلقات فانبطح الجميع على الأرض، وأغلقت الآنسة الباب ولجأنا إلى الزاوية. تلاميذ الصف الأول في نيوتاون. كلما فكرت بشأنهم يتملكني الغضب. قرار الرد على تلك الأنواع من إطلاق النار يتخذ في المستويات العليا، ولكنهم لم يردوا. بينما حاول البعض استغلال المأساة لتحقيق مكاسب سياسية، التزمنا نحن الصمت من باب الاحترام. ثم عقد وين لابيير مؤتمراً صحفياً وقال إننا صامدون ولن نستسلم. علينا أن نتكلم لصالح سلامة أطفال أمتنا. لقد أجاز السياسيون قوانين تعلن المدارس مناطق خالية من السلاح، والآن يصدرون بيانات يتبجحون فيها عن ذلك، ينشرون إعلانات تروج لذواتهم، وبذلك فهم يخبرون كل قاتل مجنون في أمريكا أن المدارس هي أكثر الأماكن أمانا، ولذلك بإمكانك أن تسبب أكبر قدر من الأذى بأقل قدر من الخطورة. كيف ابتليت أولويات وطننا بمثل هذا الخلل؟ يعيش في مجتمعنا ما لا يعرف عدده من الوحوش الحقيقية، أناس في غاية الانحراف، في غاية الشر، تتملكهم أصوات توجههم وشياطين تدفعهم، لدرجة أنه لا يوجد شخص عاقل واحد بإمكانه أن يفهمهم. عندما نظم لابيير ذلك المؤتمر الصحفي ظننت أنهم سيخرجون ليقولوا إن كانت تلك مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، وأن الـ NRA ترى ذلك وتقر به، وأنهم سيتبرعون $100 مليون للأبحاث حتى لا تقع الأسلحة في أيدي الناس الخطأ. نحتاج لأن تنفذ كل مدرسة في أمريكا برنامج حماية يكون قد أثبت فعاليته، وهذا يعني وجود حراس مسلحين. المزيد والمزيد من السلاح هو شيء مقزز جدا، لأن الناس يموتون. ترد الـ NRA على الانتقاد بمحاولة توليد قصص إيجابية حول امتلاك السلاح، تخبر أمة واحدة بأن الخطوة الأولى تتمثل في اختيار مراسل مهتم. لديك شخص قد ينحاز إلى جانبك، عمل في صحيفة ما، ربما في تغطية أخبار البلدية أو الجرائم. ينصح لارس دالصاد بتغذية الصحفيين بمعلومات يحتاجونها لكتابة تقارير إيجابية عن السلاح. نريد أن ننشر تقارير عن أناس تعرضوا للسرقة واقتحمت بيوتهم وضربوا، وأنه كان يمكن أن لا يحدث ذلك لو توفر لديهم سلاح. تلك هي الزاوية، وهذا ما يجب أن يكتبه. علي أن ينشر ما بين قصتين إلى 5 في الأسبوع. ولضمان نشر وسائل الإعلام رسائل مؤيدة للسلاح، يقوم فريق العلاقات العامة بكتابة المقالات لهم. نستهدف أعمدة الضيوف في الصحف المحلية. معظم الوقت نحن من يكتب المقالات، مثل ما نكتبه لمدير الشرطة المحلي في ويسكونسن، ثم هو ينقحها. نحن هنا نقوم بمعظم الكتابة لأن هؤلاء الناس مشغولون، وهذا هو عملنا، ولذا سنساعدهم وننشرها باسمهم حتى تبدو طبيعية وكأنها صادرة من المجتمع، ولكن يكون لنا دور من خلف الكواليس. الشيء الآخر الذي نجده فعالاً في التواصل لسنوات عديدة هو حكايات المواطنين المسلحين، وها هنا يكتب أعضاؤنا أو يرسل لنا مقطعاً جديداً من محطة التلفزيون المحلية، حيث يستخدم أحد المواطنين سلاحاً نارياً لحماية نفسه أو حماية شخص آخر. اعترفت الشرطة بالفضل لمسلح لإنقاذه حياة شرطي من أبر داربي، لولا تدخل هذا المواطن الصالح لأصبح الشرطي في عداد الأموات. لهذه شعبية كبيرة، وهي عبارة عن قصصات صغيرة ومختصرة، مثل قصة جابلو الذي يعمل أمين الصندوق في المتجر المحلي وكان معه سلاحه الناري فحمى نفسه. هذه حكايات تحدث كل أسبوع، ولن تسمع شيئاً عنها من أعداء السلاح عندما تسمع هذه القصص، انشرها. هذه جيدة لأنها قصيرة ولأنها تثير فيك الغضب. نحن نسميها غضب الأسبوع.
في استراليا يحدث اغتصاب، تحدث سرقة. لدينا عصابات إفريقية تم استيرادها إلى استراليا، يأتون إلى البيت بمضارب بيسبول لسرقة سيارتك. كل مرة تكون هناك قصة تتعلق بعصابات من الأفارقة، جاءوا بمضارب البيسبول. شيء صغير بإمكانك أن تنشره، ربما من خلال تغريدة أو منشور عبر فيسبوك، لا يسمح لهم بالدفاع عن بيتهم. السلاح ينقذ الحياة، أما القيود لا. هذا شنيع، هو شبيه بصناعة التبغ عندما يقولون لك إنك لن تصاب بالسرطان بسبب تدخين سجائرنا. كذبوا عليك ونحن نعلم أنهم كذبوا عليك. تحتاجون لبث رسائل سهلة الفهم تجعل الناس يسخطون ويغضبون. تنصح الـ NRA حزب أمة واحدة بإشغال الأعضاء برسالة بسيطة: استغلوا الغضب والخوف. عندما تبدأ بالحديث عن قضايا معقدة أو تجعلهم يفكرون ملياً تخسر القضية. تحتاج إلى شيء يألفوه مثل العلم الأمريكي، كلنا ندرك سهولة ذلك. هذا التهديد حقيقي، زعماؤنا إما أنهم غير قادرين أو غير راغبين في حمايتك. لا يوجد سلاح لحماية بيوتنا من التهديدات الواقعية أفضل من بندقية AR-15 شبه الألية، سهلة التعلم والاستخدام، وهي دقيقة ويمكن الاعتماد عليها. لماذا بإمكان المرء امتلاك بندقية AR-15؟ لا يمكنك قانونياً أن تملك دبابة في أمريكا، ولا حتى RPG، ولا سلاحاً نووياً. لماذا لدينا قيود على تلك الأسلحة؟ لا يمكننا بتاتاً أن نقول أسلحة في الصحافة، لا نذكرها أبداً، إنها بارودة، سلاح ناري أو بندقية. ولكن عندما تبدأ باستخدام كلمة أسلحة فأنت في مأزق خطير. عندما تتأمل فيما يصنفونه بنادق هجومية، أعداد أكبر من الناس تغرق في البرك. بندقية AR-15 هي واحدة من أكثر الأدوات فعالية لحماية نفسك وحماية عائلتك. تدرب عليها وتعلم كيف تستخدمها، سلامتك في يديك. بندقية AR-15 هي السلاح المفضل لمن يرتكبون إطلاق نار جماعي، وينبغي ألا تتوفر في شوارع هذا البلد. إنه نفس السلاح المستخدم إلى جانب البازوكا والRPG والدبابة في الحرب. بندقية M16 وبندقية AR-15 هي نفس السلاح، واحدة تطلق النار بسرعة أكبر والزناد مضغوط عليه، والأخرى عليك أن تسحب 100 مرة في الدقيقة. نفس الرصاصة، نفس الضرر، ونفس الدماغ الذي ينفجر، ونفس القلب الذي ينفطر عندما تصيبه الرصاصة، والأعضاء التي تنفصم هي نفسها. هيا نتفرج داخل متجر الأسلحة. سأذهب هناك كل يوم، سأحبو على ركبتي لو تطلب الأمر. يخبر ديكسون البائع أن الأسلحة شبه الألية بما في ذلك بندقية AR-15 صدرت في أستراليا بعد مجزرة بورت آرثر. فقدت جميع أسلحتي، لا سوف أبدأ بالبكاء وسأرتمي على الأرض وأقوم بما لا أرغب فيه. حسناً. كان ذلك زمناً سيئاً بالنسبة لنا، كالجحيم على الأرض. كان لدى البائع حكاية خاصة به حول الأسلحة والسياسة. ما رأيناه بعد انتخاب ترامب هو ارتفاع في الأعمال الجنونية، وكأن ثمة زيادة في عدد الناس المخيفين مثل أصحاب الصليب المشتعل الذين يظنون أنهم في مناخ سياسي أفضل بالنسبة لهم فخرجوا فجأة، وهذا يرعب كثيرا من الناس. كلما شعر الناس أنهم مهددون بالأسلحة كلما رغبوا في المزيد منها. تأتينا أعداد متزايدة من الناس ذوي الاتجاهات اليسارية ممن يشترون السلاح للمرة الأولى، ويأتينا المزيد من النساء وكذلك من الأقليات. بما أن الناس يدركون أو يشعرون أنهم في خطر أكبر فهم يحمون أنفسهم. لدي صور سلاح إباحية على هاتفي. أنا أيضا صور سلاح إباحية. يقابل ديكسون امرأة يعتقد أن تجربتها ستجد صداً في أستراليا. هي تحت بند السلاح. هذا جيد. يروي فيما بعد قصتها التي يظن أن بالإمكان استخدامها لتحفيز النساء على تسليح أنفسهن في بلاده.
تعرض بيتها للغزو، دخل شخص إلى بيتها وسرقها. لديها فتاة صغيرة في الثامنة، أصابها الرعب ظناً أنها ستقتل، ومنذ تلك اللحظة تعلمت إطلاق النار وتعمل كل ما في وسعها لحماية عائلتها. هذه قصة عظيمة يجدر بنا سردها على الشعب الأسترالي. اكتشف مراسلنا المتخفي روجر أن الخوف من التعرض للهجوم يصيب حتى أعضاء الـ NRA. لدينا حارس مسلح على البوابة. لا يوجد لدينا أسلحة في مكتبنا، ولكننا على أهبة الاستعداد. لدينا أسلحة متناثرة في حالة ما لو تمكن أحد من تجاوز الحارس. براندي جرام مسؤولة في مجموعة الضغط لدى الـ NRA على المستوى الفيدرالي. تخشى أن يتعرض مكتبها للاقتحام. سيأتون ليطلقوا النار علينا لأنهم يكرهون الأسلحة. لسان حالهم، أنت الشخص الذي لا ينبغي أن يكون لديه أسلحة لأنك غير متزن. هذا كلام مجانين. لدي سلم يمكن أن ألقي به من النافذة، وجيمس لديه بلطة. تقول جرام إنها تشعر بأنها مستهدفة أينما ذهبت. عندما أصعد إلى الطائرة أسحب منضدتي وأتكئ عليها لأرى ما إذا كنت قادرة على إخراج ذلك القضيب الحديدي الصغير، فقد أحتاجه كسكين. أسافر بمشاحن سواء كنا في الصيف أو في الشتاء، فقد أحتاجه لخنق شخص ما. أنا على أهبة الاستعداد. الوجهة التالية لفريق أمة واحدة هو منظمة تمثل صانع السلاح في أمريكا. يناقشون معركتهم المستمرة ضد النشطاء المعارضين للسلاح. إنها مواجهة حاسمة، مطحنة في الخنادق كل يوم. لاري كين هو نائب رئيس المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية. لا يمكنك إعطاء بوصة واحدة لأنك لن تتمكن أبداً من استرجاعها. يقول ديكسون إنهم بحاجة لأن يعملوا معاً لمواجهة تنامي الصوابية السياسية. عبر قتلها في بلادنا سوف نقتلها في بلادكم كالتطعيم ضد المرض. لو قلت ذلك للعامة ربما لخسرت كل شيء عملت من أجله طوال حياتي، لكن هذه هي الحقيقة. تضم المنظمة صناع السلاح وبائعيه وموزعيه. كيف تقنع الناس بالخروج والضغط على الزناد؟ تحولهم إلى مشاركين ومن ثم مدافعين ملتزمين. تعتبر المؤسسة النساء عنصراً مهماً في جعل الأسلحة مقبولة لدى الناس. إذا كانت الأم راضية فسوف يشارك كل أفراد العائلة، ولكن إذا كانت الأم معارضة فلن يخوض الأب معركة معها. صحيح؟ فلنكن صرحاء. ثم لن يسمح للأولاد. عليك أن تكسب الأمهات. في الجزء الثاني تضع أمة واحدة استراتيجية للدفع باتجاه سن قوانين سلاح أقل تشدداً في أستراليا. يشبه خميرة فيجيمايت، لا تضع منها كمية كبيرة على الخبز ولكن تدهن قليلا منها حتى تعودهم على الطعم. وزعيمة أمة واحدة بولين هانسون تتحدث عن مجيئها شخصيا إلى أمريكا للالتقاء مع المسؤولين في لوبي السلاح. أرغب في الذهاب إلى هناك. انتظري حتى انتهاء الانتخابات الفيدرالية ثم بإمكاننا أن نذهب. عاد فريق أمة واحدة إلى المقر الرئيسي للـ NRA. عليكم تجزئة الرواية بحيث لا تكون ردة الفعل الأولية تجاه السلاح سلبية. يجتمعون مع جلين كالورين ومهمته تحفيز أعضاء الرابطة 5 ملايين على التصويت للسياسيين المناصرين للسلاح. نحاول التعرف على ما يروق لناخب التعديل الثاني حتى نتمكن من توصيل الرسالة المناسبة إليه. يمنح التعديل الثاني من الدستور الحق لجميع الأمريكيين في حمل السلاح للدفاع عن النفس
وفي كثير من الولايات ذلك يعني بندقية AR-15. نشأت والأسلحة في بيتنا، ثم تغيرت القوانين عام 96 عندما صدرت الأسلحة من الناس. لم يعد بإمكاننا اقتناء أسلحة شبه آلية. حظرت تلك الأسلحة بموجب الاتفاق الوطني للأسلحة النارية في استراليا بعد مجزرة بورت آثر. من غير الواقعي إلغاء الحظر المفروض على السلاح بين عشية وضحاها، لكن إذا عملتم في الهوامش فسيحسن ذلك حياة مالكي السلاح، وسيثبت لهم أنهم إذا توحدوا وشاركوا فإن بإمكانهم إحداث تغيير، وبمجرد أن يبدأ الناس في إحراز الانتصارات سيرغب المزيد في المشاركة. نحصل على ميزان القوة، وهذا ببساطة متناهية يعني أننا سنسيطر على الحكومة في كل مراحلها، وستكون الأسلحة في هذا السياق كل شيء، وسوف نتمكن من الإملاء ومن ضمان أننا ما زلنا ننعم بحرية الرماية. يقترح كارولاين على أمة واحدة أنه ينبغي الحديث عن أن امتلاك السلاح هو من بين الحريات الشخصية. القضية التي تجد صدى جيداً وخاصة لدى النساء هو القول لستم ملزمين بامتلاك السلاح الناري، اتركوا ذلك الخيار لهن، حالياً لا تملكون خياراً في واقع الأمر، سنت قوانين لتسلبكم ذلك. وتنصح الـ NRA أمة واحدة بأن عليها أن تركز على توصيل الرسالة إلى قطاعات مستهدفة من المجتمع. ليس المهم إيصال الرسالة إلى 25 مليون شخص، المهم إيصالها إلى القطاع الصحيح منهم، حيث سيتلقون الرسالة ويحولونها إلى حراك ويحاولون ترشيح أو انتخاب مرشح يشاطرهم تلك الفلسفة. يتطلب ذلك قوة البشرية والكثير من التكنولوجيا، وهذه ليست مقاربة بندقية خرطوش حيث يكون كل شيء عشوائيا، بل كل شيء دقيق كطلقة السلاح المعير. أريد أولا وقبل كل شيء أن أصل إلى الناس الذين عرفوا أنفسهم على أنهم أنصار ونشطاء، وكلما توفر لدي الوقت والموارد وسعت نطاق ذلك. يتأمل الزوار من أمة واحدة في النصيحة التي تلقوها حول كيفية الترويج للرسالة المؤيدة للسلاح. يشبه خميرة فيجيمايت، لا تضع منها كمية كبيرة على الخبز، ولكن تدهن قليلاً منها حتى تعودهم على الطعم. تحتاج إلى ترويض الناس تارة أخرى. جزء من ذلك هو أن نبدأ النظر في تنفيذ برامج ميدان رماية للنساء للدفاع عن النفس. أياً كانت هذه الأشياء، ابدأوا بتمكين النساء أو الأشخاص المستضعفين. تمنح المرأة حق الدفاع عن نفسها، عن عائلتها، عن أطفالها الصغار، عن كلبها، عن أي كان، عن الممتلكات، ممتلكاتنا، إنها ليست ممتلكات شخص آخر. أضمن لك أن شخصاً يأتي بسلاح يصوبه إلى رأس زوجتك ويقول اخلعي كل ما عليك ثم يغتصبها. سيذهب إلى السجن فقط لعامين، هذا إذا ألقي القبض عليه وإذا لم يطلق عليها النار فيما بعد. ينبغي أن تكون قابلة للتسويق، يجب أن تكون قادراً على تسويق الرسالة بدون أن تفزعهم، وعند ذاك نطور الخطة الاستراتيجية حتى نكون قادرين على إيصال تلك الرسالة بوضوح. إذا أراد شخص ما تغيير القوانين فسأقول لهم لديك أطفال، سمي واحداً، اذهب إلى المشرحة، إذ لا مفر من أن تفعل، وتعرف على طفلك واختر تابوتاً لطفلك واكتب عزاءً لطفلك، واحضر جنازة طفلك وادفن طفلك، لأن ذلك هو ما نتحدث عنه، هذا هو واقعي أنا، وذلك هو ما يشغل عامة الناس، لا يشغلهم حق مالك السلاح. مدهش، أنا الآن في متحف الـ NRA في الولايات المتحدة. هناك مواد هنا من بوفالو بيل، هناك أسلحة جرانمو تتجول في هذا المتحف، وهو حقيقة مذهل.
ديكسون متحمس للأسلحة، ولكنه يعرف أنه يصعب إقناع الشعب الأسترالي بفكرة تفكيك قوانين الأسلحة النارية. الرماية ليست شيئا سيئا، بل هي شيء عظيم، واليوم تستخدمه في أستراليا في الألعاب الأولمبية، في ألعاب الكومنولث، وينبغي علينا تحفيز الشباب على تعلم كيف يرمون. إنها رياضة عظيمة. أن يكون تغيير القانون سهلا، في الحقيقة هو تغيير في الاتفاق الوطني للأسلحة النارية. لا ينوي ديكسون إخبار الجمهور الأسترالي أن أمة واحدة تفكر في إلغاء الاتفاق الوطني للأسلحة النارية، بل يقترح أن يتم إنجاز القانون شيئاً فشيئاً. لا ينوي ديكسون إخبار الجمهور الأسترالي أن أمة واحدة تفكر في إلغاء الاتفاق الوطني للأسلحة النارية، بل يقترح أن يتم نجر القانون شيئاً فشيئاً. نبدأ بشريحة، سنأخذ منه ما هو متاح. نحصل على قطعة خبز، ثم نتمكن من الحصول على أخرى، وننتهي بأخذ الرغيف كاملاً. وحتى عندما يزعم روجر بأنه يدعم قوانين سلاح على النمط الأمريكي، يدعوه ديكسون إلى المساعدة في تطبيق سياسة أمة واحدة بخصوص الأسلحة. لما لا تصيغ لنا سياسة حول الأسلحة نتمكن من عرضها على أمة واحدة؟ ما رأيك بذلك؟ حسناً. في لقاء يكلف حضوره $1,500 للفرد، يختلط ديكسون وأشبي مع بعض أقوى أعضاء لوبي السلاح في واشنطن. لا يتحدث كثير من الناس عن الله. أنا أؤمن بالله وبيسوع المسيح، وإذا لم نقف معا فإننا سنموت وحيدين. هل أنت مسيحي؟ نعم. أنت رجل صالح. بات ديكسون يألف اللغة التي تستخدم في أوساط المجتمع الأمريكي الثري المناصر للسلاح. نحن نسعى لحماية الأسلحة، لا يوجد لدينا التعديل الثاني في بلدنا، حيث نتعرض للهجوم من قبل زمرة من اليساريين. بينما هم يتحدثون، بقي على انتخابات أستراليا بضعة شهور فقط. ليس لدينا وقت لنضيعه. لا أحاول أن أكون فظاً، ولكن تلك هي الرسالة التي نحتاج لإيصالها. الزمن ليس لصالحنا. يخبر ديكسون روجر بأنه إذا كسب حزب أمة واحدة ميزان القوة، فإنه أشبه ما يكون بأن يصوب الحزب مسدساً على رأس الحكومة الأسترالية. تحتاج إلى فهم ميزان القوة، كأن هناك مسدساً مصوباً خلف الرأس. هذا هو الموقف، بمجرد أن نقول إننا نريد شيئاً فسوف نحصل عليه، لأنهم بدونه لن يتمكنوا من إجازة أي تشريعات. حينها ستضطر الحكومة إلى سن القوانين التي يريدها حزب أمة واحدة. لدينا الإرادة السياسية لتحقيق ما نريده. المشكلة في النقود، ليس لدينا نقود، ولو حصلنا على النقود فسنغير العالم. أعضاء لوبي السلاح عرضوا المساعدة. كيف يمكننا التأكد من أنكم لن تضطروا أبداً إلى صهر سلاح آخر؟ لا أريد أبداً أن يتم الصهر لأي سلاح، لا أريد هذا إطلاقاً. لقد أحرقوا أسلحتي في تلك النار، وما زلت ساخطاً بشأنها. إذا لم يكن لديك أي أسلحة فسأتبرع لك. نحتاج إلى نحو 10 ملايين دولار. آسف، لن يكون هناك 10 ملايين دولار. شخصياً عندما أكتب الشيك فسأدفع لك $100 فقط. سوف أعطيك $100 في الحال. يؤكد ديكسون لمن حوله أنه سيفعل كل ما يريدون، وسوف يغير قوانين السلاح في أستراليا. سوف نوقفها، يجب علينا وقفها. أعمل ذلك. لن توقفها، ستعمل على عكس القوانين. ديكسون يحصل على نصائح بشأن كيفية تمهيد الطريق لتلك التغييرات. إليك ما يتوجب عليكم فعله، وهذا لا يخرج عن نطاقنا نحن. أحصل على مساعدة صانع السلاح في أمريكا. هل سبق وأن ذهبتم إلى أمريكان آرمر؟ هل سبق وأن ذهبتم إلى روجر؟ لأنكم بحاجة لأن تجلسوا مع هؤلاء الجماعة حالاً. يقترح أن يقوم حزب أمة واحدة بإخبار مصنع السلاح عن المبالغ التي سيجنونها فيما لو تغيرت قوانين السلاح في أستراليا. في العام القادم سوف ترسلون، سوف تصدرون ما قيمته $280,000 إلى أستراليا في أول شهرين.
سيكون بمثابة منجم ذهب، وكل هؤلاء الناس سوف يعطونك 15 إلى 20 ألفا. ولكي تصبح قوانين السلاح مقبولة، اقترح ممارسة بعض الخداع. وعند تلك النقطة ستقومون بحملة تكلفتها مليون دولار للحصول على حقوق الصيد البري والبحري وليس حقوق السلاح. لن تتحدثوا بتاتا عن حقوق السلاح ولا تضعوها أبدا على أوراقكم. سوف تقولون إنكم تسعون للحصول على حقوق الصيد برا وبحرا، وبعد أن تتجاوزوا ذلك ستقولون: ولكن كيف سنصيد بدون سلاح؟ أحبك يا رفيقي، كلامك مدهش، أنت رجل صالح وسوف يمكنك الله من عمل كل ما تريد، أضمن لك ذلك. يعلن حزب أمة واحدة أن لديه اجتماعا في ذلك الأسبوع مع عملاق الطاقة كوك للصناعات. غير معقول، اذهبوا إلى ذلك اللقاء، لديهم مال كثير، لديهم من المال أكثر مما لدى الله ويسوع ومحمد مجتمعين. راحوا يناقشون ما الذي يمكن أن تطلبه مؤسسة كوك للصناعات مقابل التبرع. عندما تحدثنا في بريسبين قلت: ما الذي يمكن أن يطلبوه؟ عليك أن تفكر بما يمكنك فعله. بإمكاننا أن نفعل أي شيء، ما الذي تحتاج عمله؟ هل بحثت عن الإخوة كوك وما يؤمنون به وما لا يؤمنون به؟ مثل هذه الأشياء. أنا بحثت، أعتقد أنهم تبرعوا ب 887 مليون دولار لحملة ترامب في عام 2015، وتبرعوا ب 500 مليون لحملة أخرى. هذه مبالغ كبيرة، أعتقد أن ثروتهم تصل إلى 245 مليار دولار لكل واحد منهم. إذا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا عندها التحدث عن الأرقام، عن أي أرقام تتحدثون؟ برأيي 10. لا، كنت أفكر ب20. داخل مكاتب كوك تساور ديكسون وأشبي شكوك بأن مضيفيهم قد يستخدمون ميكروفونات خفية لتسجيل المحادثات. يتوجهون إلى روجر بنصيحة حول ذلك: أي شيء تقوله أو تكتبه كن مستعدا لأن تقرأه على الصفحات الأولى للجرائد، وخاصة في السياسية. يجتمعون مع فريق تقوده كاثرين هاجت، وهي مديرة الشؤون الفيدرالية في كوك للصناعات وموظفة سابقة في الـ NRA. إننا نتحول إلى اشتراكيين، ونحن كذلك. اطلعوا على البيانات لتعرفوا كيف ينظر الشباب إلى الاشتراكية، إنه شيء مرعب، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في الجلوس والحوار لأتعلم أكثر عما يجري، لأننا لسنا سدجاً إزاء أهمية السياسة في أستراليا وكيف تؤثر على الولايات المتحدة، وخاصة عندما يكون لديك ولاياتنا الساحلية الغربية التي ربما تأثرت أكثر بالسياسة الأسترالية. هذا التغيير، هذا السلوك اليساري الذي يظن أن الطاقة الشمسية والهوائية ستغير العالم نحو الأفضل تدفعنا جميعا نحو الإفلاس. لا يغيب عنا أن العالم الذي نشتغل فيه تحركه أسواق السلع العالمية، وهذه أسواق كونية، وما تفعلونه في أستراليا له تأثير هائل. سعيا منه للحصول على المال، يتقدم ديكسون بعرض مذهل: سوف يقوم حزب أمة واحدة بتغيير العملية الانتخابية في أستراليا إذا دفعت مؤسسة كوك للصناعات المال. ماذا بإمكانكم أن تفعلوه لمساعدتنا؟ والأمر في نهاية المطاف يتوقف على المال، كما أشار إلى ذلك جيمس. بإمكاننا أن نغير النظام الانتخابي في بلدنا إذا توفر لدينا المال اللازم للقيام بذلك. لدينا الناس والعزيمة، والسيناتور بولين هانسون الشخصية الأبرز ليس فقط في السياسة بل وأيضا كشخص في بلدنا. لست مطلعة على قواعد ونظم التمويل المتعلقة بالانتخابات عندكم. ليس لدي معرفة بأستراليا وكيف ينظر إلى ذلك ثقافيا، وما هو نوع المال المسموح لكم بأخذه. ساعدني حتى أفهم أفضل. لا يوجد حدود للتبرعات ولا حتى شخصية أو كشركة.
لا شيء، كل ما هنالك هو نظام يتعلق بالإشهار، فكل ما يزيد عن 13,000 دولار لابد أن يشهر، وهذا يتم تدوينه على موقع إنترنت يمكن لأي أحد من الجمهور أو الأحزاب السياسية الاطلاع عليه. أظن أن المال القادم من الخارج لا ينبغي أن يكون له نفوذ على مشهدنا السياسي، يجب وقف التبرعات الأجنبية بشكل تام. بعد 10 أسابيع من اجتماع أمة واحدة مع كوك للصناعات، غير مجلس الشيوخ الأسترالي القانون وحظر التبرعات السياسية الدولية. صوتت السيناتور هانسون لصالح الحظر. لا يوجد منظمات كبيرة تتبرع لحزب أمة واحدة، أضمن لكم ذلك، وإنما حصلنا على المال من العمل الشاق بتناول السمك والبطاطس أثناء الاجتماعات. سوف أستفسر، وإذا كان هناك اهتمام سنرتب زيارة أخرى للقاء مع آخرين. نظراً لاحتمال ترتيب اجتماعات أخرى، يخرج ديكسون مستبشراً. ما تقوم به عظيم، إنها نقية، هذا سحر أسود. سحر أسود؟ إنه سحر داكن. في اليوم التالي جلس الوفد ليناقش دور روجر في الدفع باتجاه تغيير القانون. إذن جيمس، هل أنت سعيد بما قلته لرودرز بشأن المساعدة في صياغة سياستنا؟ نعم، قرار حكيم. نحتاج إلى شيء نصيغه ونقدمه للحكومة الفيدرالية ليتجاوز كل تشريعات الدولة. يتشاورون بشأن التحديات التي قد يواجهها حزب أمة واحدة إذا ما قدم لهم لوبي السلاح التمويل، لكن توصيل ذلك المال من خلال مجموعة روجر حقوق السلاح في أستراليا سيكون مشكلة. إذا حصل على المال وبدأ يتبرع به لنا، سوف يأتون إليك، أي مفوضية الانتخابات سيأتون إليك وسيقولون سوف نجري تدقيقا ومن أين جاءت النقود، وسيعرفون أنها تأتي من الرابطة الوطنية للبنادق. إلا أن كوك للصناعات توفر خيارا أكثر تعقيدا. عندما تتعامل مع الإخوة كوك فهم يقومون بذلك طوال الوقت في كل بلاد العالم، وهذه ليست المرة الأولى. من المستحيل تعقب من أين يأتي المال، لأنها تتم بشكل يشبه المكرونة. تشتمل إمبراطورية كوك على نوع من رزمة بيزنطية من المجموعات التي أقيمت للتأثير على السياسة ولإنفاق المال على السياسة، ولكن دون الكشف عن مصدر المال. والحقيقة أن الإخوة كوك كانوا رواد في هذا الحقل، وقاموا بشبكة بالغة التعقيد لإدخال المال إلى النظام السياسي. كلها تذهب هناك وهناك وهنا وتقفز من هذا إلى ذاك، ينتهي بها المقام في كأسك وتشربها، ولكننا هنا نتكلم عن المال. سمعتها توصف على أنها كما لو كانت سلسلة من الإخوان، مجموعة تعطي لأخرى وهذه لأخرى وهكذا، وطبقات من المتبرعين مجهولي الهوية، وطرق لتدوير المال بحيث يتحقق فنياً الالتزام بالقانون، ولكن ربما كان ذلك القانون حرفياً وليس روح القانون. أشبي يحذر روجر بتوخي الحذر عندما يتحدث عن رحلة أمة واحدة إلى واشنطن. أي شيء يكتب يمكن أن يتم تعقبه ويستخدم ضدك، ولذلك توخى الحذر تجاه أي صيغة تستخدم، وخاصة إذا كانت سترسل منها نسخة إلينا. إنه قلق إزاء تجربة أمريكا في التلاعب الأجنبي بالانتخابات. كل ما يقلقني هو قضية التدخل الروسي. لا يرغب الأمريكان في أن يراهم الآخرون يتدخلون في السياسة الأسترالية. في بعض الأحيان لا يستحق الأمر كتابة بعض الأشياء. لا يريد أشبي أن يكتشف الصحفيون الأستراليون لماذا جاء هو وديكسون إلى واشنطن. سيتساءل الناس ماذا يفعل وفد من أمة واحدة في الولايات المتحدة في واشنطن؟ يعترف بأنه أخبر واحدة من الصحفيين الأستراليين بأنه كان في الولايات المتحدة. سألتني من قابلت هناك، وأنا قلت لو أخبرتك لما صدقتني. على أي حال تركت الأمر عند هذا الحد. مع اقتراب رحلتهم من نهايتها، يتلقى أشبي اتصالاً من زعيمة حزبه بولين هانسون.
يقول إن الرحلة كانت غاية في الحساسية، مما يجعله حذراً في تمرير المعلومات. نتجنب الكتابة عن أي شيء. قلت إن الاجتماعات كانت جيدة، هذا كل ما في الأمر، وأن الحديث في التفاصيل سيتم بشكل شخصي. لدى أشبي طريقة لإبقاء بعض الاتصالات سراً. لدي دائماً إيميل شخصي وآخر للعمل، لأن إيميلات العمل لا تكون أبداً خاصة، يمكن أن تستدعى في التحقيق بسهولة. إنه مما تتعلمه بسرعة فائقة. كما قال ستيف، راقب كل شيء تكتبه، اكتبه كما لو كان كل العالم سيقرأه. قد يحاولون تجنب الظهور، ولكن ديكسون يبدو مسروراً بما حققه حزب أمة واحدة من تقدم في واشنطن. كل شيء مال، إنه هو وسيلة الوصول. أظن أننا تمكننا من إشعال الفتيل هنا حتى تتحقق هذه الوسيلة. يعتقد أن المال سيجد طريقه في النهاية إلى حزب أمة واحدة. نحن أشعلنا الفتيل وهم سوف يستغربون. لقد وجهنا رسائل واضحة لأولئك الناس الذين التقيناهم اليوم وبالأمس وفي المناسبة التي حضرناها في الليلة السابقة. أقصد كلهم يعلمون. قد ينتجوا فيلما عن ذلك في المستقبل. ماذا تفعلون؟ الحياة قصيرة، لست بحاجة لتقديم يومكم الأخير. هناك أناس آخرون في هذا الكوكب، ونحن منهم. تراجعوا. لا يمكنك في الحياة وخاصة في السياسة أن تأخذ بالاعتبار مشاعر الجميع. هناك بعض الناس لديهم عواطف جياشة، وهناك آخرون مثلي لا عواطف لهم إطلاقاً. وبينما يستعد فريق أمة واحدة لمغادرة واشنطن، كانت آخر كلمات أشبي لروجر تتعلق بالإعلام. لا يمكن أن تصادق صحفياً، إنه مثل امتلاك أفعى، سوف تلدغك في نهاية المطاف. بعد 3 شهور من عودة بعثة أمة واحدة إلى أستراليا، انضمت السيناتور بولين هانسون إلى روجر وأشبي في عشاء خاص. إذن بالمجمل بولين، هل كنت مبسوطة من الشباب؟ هل قاموا بعمل طيب في الولايات المتحدة؟ طبعاً فعلوا، نعم. وخلال النقاش حول قوانين السلاح، أخبرت روجر أنها تعتقد أن كثيراً من الأسئلة ما تزال بلا إجابات بشأن مذبحة بورت آرثر. قال أحد أعضاء البرلمان إن الأمر يتطلب فعلاً مذبحة في تسمانيا حتى تتغير قوانين السلاح في أستراليا. ألم تسمع بهذا؟ لا، لم أسمع بهذه. ألقي نظرة عليه. قيل ذلك داخل قاعة البرلمان. وهجمات سبتمبر أيضاً. تلك الطلقات كانت طلقات دقيقة، لم تكن عشوائية. قرأت كتاباً عن ذلك، عن بورت آرثر. هناك العديد من الأسئلة. قالت السيناتور إنها ما كانت لتتردد في استخدام السلاح بنفسها إذا احتاجت إلى ذلك. لو اقتحم علي أحد بيتي وحاول أن يؤذيني، لما كانت لدي مشكلة في إطلاق النار عليه. وكشفت السيناتور هانسون عن سبب عدم سفرها مع أشبي وديكسون عندما زار الولايات المتحدة بحثاً عن تمويل من لوبي السلاح. ظننت أن علي أن أساير مشاعري، والحقيقة أن الأمر يتعلق بقضية السلاح. وإذا ما أخذنا بالاعتبار الوضع الحالي في أمريكا، لم تكن الزيارة لتخدمني. ينبغي علي أن أخذ الأمور بالتدريج وببطء، وعلي فعلياً أن أساعد المزيد من الناس على الفوز بمقاعد في البرلمان، وهذا ما سأفعله بعد الانتخابات القادمة. ولأنهم يرونني أكبر تهديد لهم، سيفعلون كل ما في وسعهم. ولذلك لم أذهب، لأنني اعتقدت أنه لم يكن من الذكاء السياسي أن أقوم بذلك. جاء العشاء بعد أسابيع فقط من منع مجلس الشيوخ الأسترالي الأحزاب السياسية من تلقي تبرعات أجنبية. لقد حظر علينا تلقي التبرعات من الجهات الخارجية. ماذا؟ لا يسمح بتلقي التبرعات الأجنبية. صحيح. أجيز القانون. لقد أجيز لتوه قبل أسابيع. لابد أن هناك طريقة للتغلب على ذلك.
تعاقب بالسجن إذا فعلت. رغم القانون الجديد، يخطط أشبي للعودة إلى أمريكا ليعاود الاتصال بلوبي السلاح، وهذه المرة سيصطحب بولين هانسون معه. أود الذهاب إلى هناك ذات يوم، سيكون ذلك جيداً، أرغب في ذلك. انتظري إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الفيدرالية ثم نذهب إلى هناك.